هنبدأ فقرة الفيسبوك من صفحة نادي بيراميدز واللي أعلنت حصول النادي على رخصة الأندية المحترفة وبكده يقدر يشارك في بطولات أفريقيا للأندية. وكتبت الصفحة: بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة للمشاركة في البطولات الأفريقية، وده طبعا بعد النادي الأهلي. نروح معاكم لصفحة الأهلي واللي أعلنت فتح منفذ بيع لتذاكر مباراة اطلع برا بطل جنوب السودان. وكتبت الصفحة: تقرر فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة اطلع برا بطل جنوب السودان باستاد اسكندرية بداية من اليوم الخميس، على أن تستمر عملية البيع يومي الجمعة والسبت تيسيرا على جميع جماهير الأهلي التي لم تتمكن من الحجز على النظام الإلكتروني.